السلام عليكم متابعي قناتنا الكرام، تشجيعا لنا لمزيد من الإبداع المرجو الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والآن مع الخبر. شهد إقليم الناظور حادثة غريبة، حيث توفي أحد المواطنين بجماعة بن شكر بإقليم الناظور بعد أن بالغ بشكل مفرط في تناول الشوربة المغربية المشهورة المسمى بالحريرة، والتي تعد أهم وجبات المغاربة على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك. وحسب بعض المصادر المحلية، فإن المتوفى بمجرد أذان المغرب قام بتناول بعض الأطعمة ثم أتبعها بشرب كمية كبيرة من الحريرة، ما جعلها تتكدس في معدته وتسبب له انقطاعا في أنفاسه ليسقط ميتا على الأرض. وفور علم السلطات المحلية بالحادث، حلت بعين المكان لفتح تحقيق في الواقعة، كما تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى.